مش شرط عدم الانجاب يبقى الست هي المتهمه او تاخر الانجاب، ده مش صح. ايه ده انت ما خلفتيش ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ما بتخلفش وتعير تعير الست كده، ما ينفعش. ده حرام، وغير انه حرام غباء. اطفال انابيب والحقن المجهري احتمال حدوث الحمل بيعتمد على سن المريض، يعني لحد سن 35 سنه نسبه النجاح تبقى 45%، فوق سن 43 سنه القصه دي ما تنفعش. عندها حاجز رحمي؟ لا اعمل لك ليه وانت عندك حاجز رحمي؟ الاول هشيل لك الحاجز الرحمي. ست عندها مشكله في الانبوبه؟ لا اعمل لك ليه، انا هفصل لك الانبوبه. ست عندها ورم ليفي؟ لا انا هشيل لك الاول ورم الليفي اللي هو مقصر، وبعد كده اعمل لك الحقن المجهري. فانا بشيل اي عامل خارجي يكون موجود يؤدي للفشل. مخزون المبيض ده مقلب كبير، يعني ممكن يحصل في سن صغير ان الست تفقد مخزونها؟ اه مقلب كبير قوي. لا مقلب كبير بجد. يعتقد البعض ان اللي هتعمل حقن مجهري هترزق بتوأم. احتمال حدوث الحمل المتعدد بعد الحقن المجهري بيكون تقريبا 30% من الناس اللي ربنا كرمهم، يعني واحدة من كل ثلاثة تبقى حامل في توأم أو ثلاثة أو أكتر من كده. بنات صغيرين جايين 25 و26 و27 سنة، المخزون بتاعهم كأنه ست عندها 44 سنة، المخزون بتاعهم ضعيف قوي بلا سبب. في شوية عوامل بتأثر فيه بس الغالبية العظمى ملوش سبب للأسف يعني. يعني مثلا أخذت بيضات النهاردة وعندها 35 سنة، وبعد كده ما لقيتش حد وتزوجت عند سن 45 سنة، عايزة البويضات بتاعتها تاني. فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نفك البويضات دي تاني ونحقنها بالحاجات المنوية، نعمل عن طريقها اجنة نزرعها جوه الرحم. وكل يوم ربنا بيقول لنا ان احنا ما بنعرفش حاجة. احنا متخيلين ان احنا بنعرف بس احنا ما بنعرفش حاجة. وما أوتيتم من العلم الا قليل. حقيقي. رغم التقدم المذهل ده برضه وما أوتيتم من العلم. ياما بنشوف حاجات يعني احنا لاخر يوم في البشرية. عشان كده عمرنا ما بنقول ابدا للمريضة مستحيل تحملي. احنا كل اللي نقدر نقوله احتمال حدوث الحمل صعب. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الحقن المجهري، في عالم علاج تاخر الانجاب. قضيه مهمه جدا على فكره، الدوله كلها مهتميه بانه الانسان لازم يستفيد من العلم. ربنا لما بيوهب الناس العلم، لما بيوهب العلماء العلم، من ضمن فروض المهمه جدا على الجمهور، على المتلقي، انه يستفيد من هذا العلم. من ضمن الافادات المهمه جدا انه المتأخرة في الإنجاب أو المتأخر في الإنجاب أو اللي عندهم أمراض وراثية في العيلة لازم يعملوا حاجة اسمها فحص وراثي. ليه؟ لأنه ده أنا باخد بالأسباب وربنا هو الشافي المعافي وهو الحافظ. فكر الأفكار الثابتة بقى اللي في دماغ بعض الناس اللي هو إيه؟ وأنا أعمل فحص وراثي، أنا أكتشف إن الجنين قبل ما يتزرع في مرض وراثي، طب ما بقى فلا الله ولا فالك. يا سيدي الكلام دوت لازم يتغير من مفهومك. ربنا ما أمرش بكده. ما فيش حاجة في القرآن اسمها فلا الله ولا فالك، يعني في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، في حاجة اسمها إننا نمشي وراء العلم، في حاجة اسمها قدر ربنا هينفذ، بس لازم أنا ربنا اداني عقل واداني علم، عملت بيه ولا لأ؟ عملت فحص وراثي فلقيت إن واحد من الأجنة عنده مرض قد يعيق وقد يرهق الأبوين، والإرهاق دي جت في القرآن في 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 إن ربنا احيانا يعني يخاف على عباده المخلصين فيعني يسهل لهم حياه معينه ما فيهاش ارهاق. احنا اللي بنبحث على الارهاق ده لان احنا ساعات ما بناخدش بالاسباب، فنقع في مصيده ارهاق الوالدين بطفل عنده مرض خطير جدا. كان ممكن نتجنب الامر طبعا اذا كان المرض ده غير مكتشف وجه كده خلاص ده قدر، لكن احنا ما اخدناش بالاسباب وبعدين نقول ان خلاص بقى هنعمل ايه. لا انت قصرت في حق
ابنك او اثرت في حق عيلتك انك انت ما اخدتش بالاسباب في هذا الامر. فالكلام ده مهم جدا. النهارده لقاء زي ما قلت لكم مع قيمه علميه كبيره ومنظومه علميه عالميه، بنفتخر بوجود المنظومه العلميه العالميه. طبعا يعني بلا شك الاسم الكبير الذي يمثل هذه المنظومه هو ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم القدير الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، الاستاذ بكليه الطب والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، المركز المصري العالمي طبعا اطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب الاسم القدير. منورنا دكتور احمد بيه، وشرف كبير لينا هذا. ازيك دكتور ايمن؟ احنا بنتشرف نكون مع حضرتك. وشرف حاجه طيب، احنا بنتشرف دايما. يعني وجود المركز المصري في اي منظومه يعتبر شرف كبير لنا. وكنا مع حضرتك شرف لينا احنا، وكل سنه وحضرتك طيب. لو انت طيب يا فندم. رمضان كريم. الله اكرم. خلينا نبدا كلامنا بالمعنى اللي انا قلته ده. هل الفحص الوراثي للاجنه في ناس ربما عندها برضو تدين وكل حاجه، بس بيبقوا عندهم اعتقاد ان ده نوع من البحث في الغيب او تغيير القدر. ده انا بتكلم بجد. في ناس ممكن تسال الكلام ده رغم ان الكلام ده ملوش علاقه بالواقع العلمي ولا الديني على الاطلاق. لا طبعا ملوش علاقه. لا طبعا، هو يعني زي ما حضرتك قلت الاخذ بالاسباب. يعني ما فيش داعي الواحد يجيب طفل عنده مشكله كبيره ويقعد يعاني معاه طول حياته، حرام يعني. النهارده ادينا زي ما حضرتك قلت برضه ربنا ادانا العلم اللي هنقدر نتفادى بيه حاجات زي دي، فيبقى حرام علينا لو ما استعملناهوش يعني. ايه المعنى المقصود بالفحص الوراثي للاجنه؟ بص، هو الفحص الوراثي للاجنه ده حاجتين، في حاجه اسمها فحص الكروموزومات وفي حاجه اسمها فحص الجينات. تمام. فحص الكروموزومات ده بيتعمل اساسا عشان سببين. الحاجه الاولانيه بنقول عليها سوشيال، السوشيال اللي هو اجتماعيا يعني. يعني في حد بيكون عايز يخلف ولد او عايز يخلف بنت، او في اوراد وراثيه ما تجيش في الولد او تيجي في البنت، فبالحاله دي بنختار الجنين اللي هو يكونش فيه المرض ده. فده حاجه اسمها فحص كروموزومات الاجنه. تمام. او بنتعمل برضه فحص كروموزومات الاجنه للست اللي حصل لها فشل متكرر في حقن المجهري. تمام. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الفحص الجيني، وده بقى اللي هو مهم جدا، لان في آلات فيها امراض معروفه زي ايه مثلا انيميا البحر المتوسط، او زي اللي هو الدوشان اللي هو تيبس العضلات. ففي الحاله دي بنقدر ان احنا نشيل الجين المسؤول عن الموضوع ده، فبالتالي نجيب طفل سليم ما يعانيش المعاناه دي. ده مش كده وبس، ده في نوعيه من الامراض يعني بيحتاجوا ان الطفل الثاني يكون زي ريزرفوار لاخوه، يعني بنقدر نستعمل الخلايا بتاعته عشان نعالج اخوه من امراض دمويه معينه. فبالتالي بنقدر ان احنا نعمل HLA typing اللي هو نجيب جنين يكون متوافق مع الطفل المريض عشان يكون علاج ليه يعني. فعندنا يكون بالنسبه له يعتبر ريزرفوار، يعني كانه اجزخانة لاخوه. بالظبط كده. بيديله الدواء من دمه. بالظبط كده، بيديله الدواء من دمه. تمام. فهم مجموعتين كبار، المجموعه الاولانيه فحص الكروموزومات، والمجموعه الثانيه فحص الجينات. فحص الجينات ده لتجنب الامراض الوراثيه، بينما فحص الكروموزومات لاختيار نوع الجنين سواء ولد او بنت، لان في امراض ما تجيش غير في الاولاد، وامراض ما تجيش غير في البنات، وللناس اللي حصل لها فشل متكرر اثناء الحقن المجهري. ازاي بنعمل الفحص؟ احنا اول حاجه في الحقن المجهري طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا بناخد الحنين المنوي ونحقنه في البويضه ونعمل جنين. بعد ما نعمل جنين، الجنين ده بينقسم، يعني الاول يكون مكون من خليتين، بعد كده اربع خلايا وثمانيه و16 وبعد كده 32 خليه. فاللي احنا بنعمله بعد مرحله الاخصاب والانقسام بناخد خليه، بناخدها غالبا يا اما في اليوم الثالث اللي هو الجنين مكون من 8 خلايا، او في اليوم الخامس اللي هو في مرحله البلاستوسيست، ونفحصها بان احنا نشوف الكروموزومات بتاعتها شكلها عامل ازاي، او ان احنا نعمل ايزوليشن للجين المسؤول عن مرض معين. اوكي. فالتكنيكس اللي هي بتتعمل يا اما حاجه اسمها فيش بالنسبه للكروموزومات، او حاجه اسمها بي جي دي بيقولوا عليه اللي هو بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز، اللي هو التشخيص ما قبل الزرع في الرحم، بحيث ان احنا نقدر نشيل الجين المسؤول عن المرض المعين. على اساس ايه بتبدا تستبعد اجنه تقول لا الاجنه دي مش نافعه؟ حسب الكروموزومات بتاعتها اخبارها ايه؟ يعني احنا لو احنا بنعملها عشان نشيل مثلا ولد وراثي، لا، لو احنا مثلا عندنا 8 اجنه بنفحص الاجنه دي، فلما بيجي لنا التقرير من المعمل هيقول له حضرتك الاجنه اللي مش متصابه رقم 1 و3 و5، فهذا يعني الاجنه دي صالحه ان هي تتزرع، بينما بقيه الاجنه لا، بتحمل الولد الوراثي اللي هو ممكن ينتج عنه طفل مريض. متى نفحص او نقوم بالفحص الوراثي اثناء الحقن المجهري نفسه؟ لما يكون في سبب قبل ما نعمل. يعني دايما حاجه مش بنكتشفها بالصدفه، لا، قبل ما تبتدي برنامج الحقن المجهري بنكون عملنا ده كويس قوي وعملناها عرض على دكتور الجينات، لان برضو موضوع فحص الوراثي ده لازم يكون في فريق متكامل بيشتغل فيه، دكتور النساء ده جزء، ودكتور المعمل ده جزء، ودكتور الوراثه ده جزء الثالث.
هم ثلاثه بيكونوا مكملين لبعض. فقد ما نعمل اي حاجه لازم نبقى عارفين احتمال حدوث المرض في الطفل يكون قد ايه. اللي بيعملنا بقى الموضوع ده اللي هو دكتور الوراثه. وبعد كده بعد ما ناخد العينات دي بنبعتها معامل متخصصه في الموضوع ده بحيث ان هي تقدر تقول لنا ايه الاجنه المصابه وايه الاجنه اللي مش مصابه، بحيث ان احنا نستبعد الاجنه اللي هي فيها مشاكل. ده بالنسبه للي هي الامراض الوراثيه. بنعمل فحص كروموزومات عشان فشل حقن مجهري، لا بنعمل بقى فحص شامل للكروموزومات، لان حضرتك هتستغرب ان اغلب الاجنه اللي بتتنقل بيكون فيها مشكله في الكروموزومات. ده ما بيبقاش ان احنا ما نعملوش كاروتين، بس لو احنا عملناه مشكله طبعا ان هو حاجه مكلفه. هنلاقي جزء كبير قوي من الاجنه بيكون كروموزوماته مش مظبوطه، فبالتالي بتاثر على ان يحصل حمل وبتزود احتمال الاجهاض. فبيكون بالتالي ان احنا نعمل تحليل كروموزومات بحيث نختار الاجنه السليمه اللي هي بتزود فرص حدوث الحمل. الناس لازم تبقى فاهمه انه مش معنى ان انا بعمل حقن مجهري انه لازم الحمل يحصل، احيانا يحصل الحقن المجهري بس ما يحصلش حمل. هل الفحص الوراثي للاجنه بيزود ان فرص ان الحمل فعلا يحصل بعد الحقن المجهري؟ بيزود قوي النسبه، يعني بدل ما النسبه مثلا في السن الصغير تكون 45%، لا ممكن ترتفع وتوصل 70%. فطبعا بيزود. بيزود بكتير. تحديد جنس المولود علاقته ايه بان انا اكون بعيد عن امراض معينه؟ الحته دي الناس دايما معتقده او في دماغها انه تحديد جنس المولود اللي هو انا مخلف بنات فانا عايز ولد، او مخلف ولاد كتير فانا نفسي في بنت، او عايز بنت عشان تساعد امها، شايف امها هتتعب فهتشيل البيت، وده شيء يحترم يعني. والعلم ده كله بيد ربنا في الاخر يعني. لكن الاهم من الحكايه دي حكايه الرغبه الاجتماعيه او الاحتياج الاجتماعي، الاحتياج المرضي. لان في امراض ما بتجيش غير في الولاد وامراض ما بتجيش غير في البنات، ففي الحاله دي بنعمل اللي هو الميديكال سكس سيلكشن اللي هو ليه غرض طبي، بحيث ان احنا نستبعد البيبي الولد في المشاكل اللي هي بتيجي في الولاد والبيبي البنت في المشاكل اللي هي بتيجي في البنات يعني. هل له ضوابط؟ بص، هو في فتوى صريحه موجوده تمام بتقول ان احنا ما نقدرش نعمل اختيار نوع الاجنه او سكس سيلكشن الا لو عندنا طفلين من نوع واحد. بمعنى الست لو عندها ولدين ممكن تعمل سكس سيلكشن وتجيب بنت، او عندها بنتين تعمل سكس سيلكشن وتجيب ولد. بس اللي هو اجتماعيا اللي هو من بابه ده حد يقول لحضرتك لا عايز انقل الولد وعنقل البنت، لا ده الحقيقه فيها حرمانيه. والفتوى بتاعت الازهر كانت صريحه قوي في الموضوع ده. لو احنا عندنا طفلين من نوع واحد لا في الحاله دي نعمل اختيار نوع الجنين ما يكونش فيها اي حرمانيه. ما فيهاش اي حرمانيه خالص اطلاقا، بس بضوابط معينه. بضوابط معينه والموضوع كله في ايد ربنا في الاخر. المعنى ده مهم قوي، مش يعني مش احنا اللي ربنا هو اللي بيديله الفرصه ان هو يحكي في الاخر. حاجه في الاخر زي ما بنقول للناس احنا لا بنعمل ولد ولا بنعمل بنت، احنا مجرد بنكشف عليه ونقول للمريض ولد او بنت قبل ما تزرعه. انما في الاخر احنا ما بنعملوش، اللي بيعمله طبعا هو ربنا زي ما حضرتك قلت. نقرب من الموضوع شويه، ازاي بنحدد نوع الجنين؟ ان احنا برضو في اليوم الثالث بعد ما الاجنه تتخصب بناخد منها خليه ونعمل حاجه اسمها فيش تكنيك، بحيث ان احنا نكشف على الكروموزومز المسؤوله عنه. زي ما حضرتك عارف طبعا البنت بيكون فيها كروموزومز اكس اكس والولد اكس واي، فالمعمل بيقدر يقول لنا ايه فيهم الولاد وايه فيهم البنات، بحيث ان احنا نزرع الولد اللي عايزه او محتاجه والبنت اللي عايزها او محتاجها. كويس قوي. هل بنعمل تحديد جنس المولود في نفس التقنيه بتاعه الحقن المجهري نفسه مع الحقن المجهري؟ يعني بعد ما نعمل حقن مجهري، لان الحقن المجهري ده يعني احنا اخذنا بويضات وحقناها بالحمايه المنويه وعمل اخصاب وحصل جنين وانقسم. كده اسمها حقن مجهري. الفحص نوع الجنين هو الخطوه الزياده بعد ما جنين يتكون قبل ما نزرعه جوه الرحم، بناخد منه خليه ونفحصها بحيث نعرف ده ولد او بنت وبعد كده نزرعه. فهي خطوه مكمله لموضوع الحقن المجهري. احنا بنبدا من امتى؟ يعني تاريخنا المركز المصري اقدم مكان في مصر واكثر معارقه، يعني بدات امتى تحديد جنس المولود؟ تحديد جنس المولود احنا عملناه بعد ما الفتوة خرجت من الازهر طبعا. قبل كده ما نقدرش ان احنا نعمله. انك عارف برضه لازم يبقى عندنا يعني سند ديني. سند ديني ان احنا نقدر نعمل حاجه زي دي. فبقالنا دلوقتي تقريبا بنعمله حوالي 10 سنين يعني. ده حديث جدا. يعتبر يعني الموضوع كان قبل كده يعتبر كان شائك. طبعا. لا حاجه مش من زمان قوي. ايه اغرب القصص في تحديد جنس المولود اللي حضرتك شفتها؟ او الحاجات اللي لا تنساها في تحديد جنس المولود؟ هو الحاجات لا انساها ان الغالبيه العظمى من الناس بيكونوا عايزين ولد، ساعات قليله قوي بتلاقي حد عايز بنت. بس هو المؤثر في الموضوع ان حضرتك عرفت تشوف السبب اللي هم عايزين ولد عشانه. يعني تلاقي بعد الشر مثلا راجل يقول لحضرتك انا كنت راجل كويس جدا وعندي ثلاث بنات ومبسوط بيهم،
بس للاسف حصل لي حادثه مثلا وحصل لي شلل يعني، فانا بس عايز اجيب ولد عشان يحمي اخواته البنات. اه طبعا، فهي كلها حاجات مؤثره وانسانيه الحقيقه. آه طبعا. آه. يعني هو فعلا يعني والله لو ربنا ريد له هيحصل بالظبط يعني كده بلا شك يعني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني عارف الواحد لو بص له من بره ممكن تحس ان هو رفاهيه، لا لا، بس لما تخش في الديتيلز بتاعت الموضوع وتتكلم مع الناس وكده لا هو احتياج اكتر منه رفاهيه. آه ساعات آه. الاب بيبقى كبير في السن والولاد يعني صغيرين، فعايز سند، هو عايز يطمن عليهم. وطبعا الحافظ والله في الاخر يعني لا، وحك عرفت تلاقي مثلا بنت بعد الشر معاقه او حاجه وعايزين بس حد يسندها، فنفسها تجيب ولد ان هو يسند اخته بعد ما اهلهم يعني ربنا يتوفاهم يعني الله. وفي امراض يعني الناس ما تتخيلش خطوره مرض زي الدوشين مثلا. اه طبعا، لا ده حاجه يعني ربنا يعفي كل المشاهدين ويعفينا من حاجه زي دي، بس طبعا الله يكون في عون الاهل اللي عندهم حاجه زي دي. لا طبعا، فالعلم ساعدنا كتير قوي في الحاجات دي. انا حاجه عارف ان العيله اللي فيها طفل عنده ثاليسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط، او عنده دوشين، او عنده سباينال ديستروفي، او عنده هيموفيليا، او عنده هيموفيليا طبعا حاجه يعني حاجه تقطع القلب طبعا للطفل ولعيلته يعني. لا فربنا ادانا العلم ان احنا نقدر نمنع او يعني نتواصل ان احنا نمنع حاجه زي دي. اه بالظبط كده، يعني ما نقصرش بقى يعني. الدوله كلها ويعني دعمت او صدرت فكره علميه مهمه جدا اللي هو ان الواحد ما ينفعش انه يقصر في البحث العلمي قبل تكوين اسره. اه طبعا، البحث العلمي الخاص بيه دي مسؤوليتك. البحث العلمي الخاص بيا ان انا اروح للمركز المتخصص اشوف هعمل سواء هعمل حقن مجهري اختيار جنس مولود، خصوصا في الناس اللي عندها تاريخ عائلي بامراض طبعًا مخيفه زي اللي احنا قلناها. طبعا هي كلها امراض مخيفه زي ما حضرتك بتقول يعني. نورت وشرفت وشرف لينا دائما وجود المركز المصري معانا بوجودك، ويعني طبعا بوجود تاثير اساتذتنا الكبار الاستاذ دكتور جمال ابو السرور والاستاذ دكتور محمد ابو الغار. شرف كبير جدا ان احنا نكون معاكم ونستفيد من هذا العلم الغزير. دايما احنا بنتشرف وجودنا مع حضرتك، نشوف حضرتك على خير دايما ان شاء الله. دايما بتنور ان شاء الله مساعد دكتور. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب، المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاته على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم على الناس الحلوه.